Pero over, accent, under, above, accent, below. أول نقطة في الفرق لما يكون مقصود مكان أعلى. يعني إيه مكان أعلى؟ زي لو أنا قلت إن دي كده لمبة ودي كده ترابيزة، هل يبقى كده the light is over the table؟ أنا لو واقف كده واللمبة دي فوق دماغي مباشرة عمودية، يعني perpendicular كده، يعني بتقول over. طب هي بقى لو أعلى في أي حتة، لو هي هنا كده تبقى above، لو هي هنا كده تبقى above. يبقى لما تبقى العلاقة عمودية مباشرة بنقول over، لو أعلى في أي مكان بنقول above. إذا في لحظة تبقى over و above زي بعض، اللي هي لما تبقى الحاجة عمودية، أفضل نقول over. دي نقطة رقم واحد في الفرق. نقطة اتنين، لو أنت عندنا complete coverage، complete coverage يعني تغطية كاملة لشيء، زي لما أجي أقول إيه؟ القميص ده فوق الفانيلا، يبقى the shirt is over the flannel. طبعا في تغطية كاملة للشيء، في تلامس، فبقول over. والعكس بقى لو هقول under، the flannel is under the shirt. Put your hand over your mouth when you cough. Put your hand over your mouth when you cough. يبقى أول حاجة قلنا over، لو الحاجة فوقك مباشرة كده في علاقة رأسية vertical relationship بنقول over. لو أعلى منك في أي حتة زي اللمبة دي، زي التكييف ده، زي المروحة دي، فبنقول above. نقطة اتنين قلنا complete coverage، تغطية كاملة للشيء. نقطة تلاتة، لو في movement، لو في حركة above ما تنفعش، لازم over. زي the plane flew over the city. The boy jumped over the fence. يبقى لما يبقى في movement بنقول over. ثم لو ما فيش movement بنقول above. زي he sat in his chair looking at the sky above. يبقى دي لما يكون في movement. نقطة رقم أربعة، في القياسات. يعني إيه في القياسات؟ لما أقيس على حاجة معينة، زي ما أقول أنا هعمل امتحان واللي يجيب في الامتحان ده 60% نعتبره average. حضرتك جبت 70% بقيت above average، حضرتك جبت أقل من 60% هتبقيت below average. يبقى لما بنيجي نقيس على حاجة معينة بنقول above وبنقول below، ما ينفعش هنا over. او مثلا لما ناخد سطح البحر كمقياس، لو مدينة هنا يبقى كده المدينة فوق سطح البحر، بقيسها على سطح البحر فتبقى above sea level، يبقى ده كده sea level، يبقى the city is above sea level. لو المدينة هنا كده يبقى the city is below sea level. يبقى above أعلى منك في أي حتة، below أقل منك في أي حتة. نقطة رقم خمسة، ساعات يبقى over معناها more than، معناها more than، ودي بنجيبها مع
السرعات والأعمار والأعداد، يبقى لو قلنا مثلا المجموعة دي فيها كام عيل؟ نقول over 30 over 40 أكتر من 30 أكتر من 40. لو قلنا مثلا أنت عندك كام سنة؟ I am over 57 يعني أكتر من 57 كده. يبقى over بمعنى more than، above بمعنى أعلى في المكانة. يبقى لو أنا مدرس وأنت المدير يبقى you are above me، أنت أعلى مني. ده over و above و under و below. فاضل حاجة في over بتاعي ممكن تكونوا عارفينها، إنها prefix. prefix زي ما بيقول value يعني يقيم. لو انا حطيت لها over value يعني فيها قيمة اكتر من حقها، يعني الحاجة مثلا ب 10 جنيه انا قلت 20 يبقى I over value it. وبرضه نفس الكلام under، prefix هي كمان under value. يبقى لو الحاجة مثلا ب 20 جنيه وانا قلت لا ده ب 5 يبقى I under value it. دي prefix ودي prefix. النقطة التانية اللي هنتكلم فيها دلوقتي سؤال اللي بعض زمايلكم يسألوا، أنا كتبت اختصار للسؤالين على السكورة. He was very absolutely exhausted. ده السؤال الأول. السؤال الثاني performance was very absolutely awful. في اختيارات تانية أنا اختصرت بس. طبعا لما أجي أبص على الجرامر ألاقي دي صفة مش كده؟ يبقى لها ظرف، طب دي ظرف ودي ظرف، لكن الإجابة الصح absolutely. أجي برضه الجملة الثانية، the performance was very well absolutely awful. awful يبقى اللي قبلها ظرف، يبقى الإجابة الصح absolutely. طب ليه بقى مش very؟ ده موضوع عايز نشرح أنواع الصفات. يبقى الـ adjectives عندي نوعين، نوع إحنا بنسميه gradable adjective. يعني إيه gradable adjective؟ صفة متدرجة، يعني الصفة بتزيد زي كلمة happy جدا سعيد وسعيد جدا. السعادة صفة بتزيد وياه، وزي طول وزي young وزي angry صفات لها مقارنات فبتزيد، وزي big. ده النوع الأول من الصفات اللي هو بنسميه gradable، يعني الصفة في إمكانية إنك تزودها. النوع الثاني من الصفات بنسميه non-gradable يعني صفات ما بتزيدش ملهاش مقارنات. طب هي كده ليه؟ في منها نوعين، في منها نوع بنسميه absolute يعني صفة مطلقة. ايه الصفة المطلقة دي؟ زي dead كده، dead ميت، مفيش ميت وميت جدا ونص ميت، هي خلاص بنسميها yes no adjective، يعني الصفة يا اه يا لا. فزي ده، وزي كمان pregnant حامل، مفيش واحدة حامل ونص حامل وربع حامل، هي خلاص كده. يبقى دي زي square مربع، مفيش مربع، بنسميها absolute adjectives. الجواب عليها yes ولا لا، مربع ولا لا، يا اه يا لا، ميت ولا لا، يا اه يا لا. ده النوع الأول منها absolute. النوع الثاني بنسميه strong adjectives، وساعات بنقولها extreme adjectives. extreme حلوة لأنها بتفهمك إن الصفة دي في أقصى درجة مش هتزيد عن كده. زي إيه strong adjectives دول؟ زي إيه extreme adjectives دول؟ من ضمنهم مثلا furious يعني very angry. إذا حضرتك بقى ما تقدرش تقول very furious، لأن هي furious معناها very angry. زي مثلا كمان delighted معناها very happy. ما تقدرش تقول بقى very delighted، ما ينفعش، هي ما بتزيدش. زي كمان صفة زي impossible، مستحيل، خلاص هو كده مستحيل، ما تعرفش تزوده تاني.
يبقى انا كده عندي في النون ريدبل ادجكتيفز في نوعين ابسولوت وسترونج. ابسولوت يعني مطلقه بتجاوب على اي سيناريو، الصفه موجوده مش موجوده. سترونج هي الصفه نفسها فيها كلمه فيري فالصفه ما بتزيدش. طب امال انا بقى لما احب اوصف الصفات دي احط قدامها ايه؟ في الجريدبل ادجكتيفز حضرتك تحط فيري، تحط سو، تحط اكستريملي. يبقى very happy, so happy, extremely happy, very angry, so angry, very big, but in strong بتاع very big ايه؟ huge. huge. يعني huge معناها very big. اذا حضرتك ما تقدرش تقول very huge، ما ينفعش. امال دول بقى احط قدامهم ايه؟ دول يتحطوا قدامهم كل الظروف اللي معناها تماما. زي totally, utterly, completely, absolutely. لكن في حاجة جميلة وانت بتكتب ان المجموعة ان الصفات دي كلها ممكن يجي معاها really وممكن يجي معاها pretty. وبالتالي لو انا اللي بكتب الباراجراف او انا اللي بكتب الترجمه ومش عارف الصفه اقدر استخدم ري وبريتي وخلاص اريح دماغي. لكن وانا بختار انا لازم اكون عارف الكلام اللي انا بقوله. هبعت على الجروب مجموعه من الصفات اللي هي نون جريدبل. دول الاسئله اللي قدامكم. هبعت كمان شويه أسئلة تساعد على المذاكرة. نقول الفرق بين uninterested و disinterested. ببساطة خالص uninterested عكس interested. يعني uninterested ده واحد مش مهتم بحاجة، زي لو أنا بشرح وحضرتك مش مهتم، حضرتك بتنام، فبقول إن العيال they are uninterested. زي ما تمشي في مكان وتشوف خناقة وتمشي على فكرة نفسك مش شايف، you are uninterested، أنت مش مهتم بالموضوع. فكلمة uninterested معناها إنك أنت bored، زهقان، حاسس بالملل، they aren't interested. أمال disinterested، disinterested معناها unbiased. unbiased يعني غير متحيز. يعني موضوع مثال مشهور قوي في الحكاية دي. All good referees، كل الحكام الكويسين must be disinterested، مالهمش مصلحة. يوم لو انا بدي لك درس وهعمل لك امتحان نقول لا ما ينفعش. ليه؟ لان الاستاذ كده مش هيبقى disinterested، يعني مش هيبقى موضوعي، مش هيبقى محايد، هيبقى متحيز. يبقى disinterested معناها unbiased، معناها impartial، انما uninterested معناها غير مهتم بحاجه معينه. ده الفرق بين الصفتين. نقول الفرق كمان بين many ومان بي. many ده ده فعل زي will be، زي should be، زي must be. مثال اهو he ده الفاعل، may be rich. he may be rich يعني جايز يكون غني. He should be rich. He must be rich. يبقى وهي will be rich. تقدر تشيل ده؟ يعني ده مجرد defective verb وراء infinitive اهو، وراء مصدر عادي، ده فاعل الجملة. أنا الفاعل وأنا الفعل، والفعل عبارة عن جزئين اهو. He may be rich. لكن دي لا. ما يجيب لي كلمة واحدة دي.
maybe كده دي معناها perhaps زي دي كده maybe he is rich يعني كده الفرق واضح ده فعل عبارة عن مسئلة هون وأقدر أرمي فيها أقول كده he may not be rich وأقدر أعملها سؤال may he be rich أقدر أعملها كده لكن دي كلمة واحدة maybe he is rich ده الفرق بين maybe وماي بي الفرق بين ايكونوميك وايكونوميك ايكونوميك اقتصادي بتوصف الاقتصاد يبقى لما اجي اقول مشاكل اقتصاديه ايكونوميك بروبلمز يبقى رخاء اقتصادي ايكونوميك بروسبيرتي يبقى انا لو بتكلم عن الاقتصاد وما يخص الاقتصاد ومشاكله ونظرياته والكلام ده كله فبنقول ايكونوميك. هما الايكونوميكال ايكونوميكال دي معناها موفر للمال. موفر للمال. حاجة بتوفر فلوس سواء شخص أو شيء. يبقى a small car is more economical than a big car. She is more economical than her sister. هي أكثر اقتصادا أكثر توفيرا من أختها. ايكونوميكال يعني موفر للمال ودي بتيجي اشخاص واشياء لكن بتيجي اشياء بس. اوبتيك اوبتيكال اوبتيك بصري يتصف العين يبقى اي حاجه تخص العين بقول عليها اوبتيك يبقى عايز اقول العصب البصري اوبتيك نيرف هعمل عمليه في العين اوبتيك اوبريشن تبقى دي اوبتيك امال اوبتيكال خاص بما نراه يعني ايه خاص بما نراه يعني الحاجات اللي احنا بنشوفها تبقى بصريه زي ما نكون ماشيين على الاسفلت الضهر فنبص على مرمى البصر كده نلاقي ميه احنا عارفين ان مفيش ميه احنا عارفين ان ده ميراج ان ده سراب فبنقول ان ده اوبتيكال ايلوجن خدعه بصريه اوبتيكال ايلوجن وهم بصري او لما بتقف قدام البحر ساعه الغروب تلاقي الشمس نازله في الميه انت عارف انها ما بتنزلش ده اوبتيكال ايلوجن يبقى اوبتيكال في المناظر الخارجيه اوبتيك في العين نفسها ده الفرق بين اوبتيك واوبتيكال طب هعمل امتحان على الحروف امتحان كامل زمن الامتحان اخر السنه 3 ساعات مفترض المحاضره بتاعتك هتحل في ساعتين هنبدا الامتحان الساعه 8 مساء عشان كله يبقى مستعد هكتب الميعاد على الجروب واكتب كل حاجه 8 تخلص الساعه 10 خلصت الساعه 10 تروح قافل الورق وخلاص على كده هتبعت لي الاجابات وانا هصحح لم يحدث